بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت، برنامجكم برنامج كروسفيت، معاكم كابتن حسين السعد. من خلال تمريننا في هذا البرنامج نطور انفسنا كلاعبين كروسفيت، كذلك هذه التمارين في هذا البرنامج تناسب جميع المستويات، ممكن شخص مشغول، ممكن شخص يبي يطور من حياته ولكن يبي تمارين بسيطه، تمارين كلايف ستايل، ممكن يستخدم التمارين في هذا البرنامج يخفف الاوزان اللي احنا نستخدمها، ويقدر من خلال تمارين في هذا البرنامج انه يطور قوته العضليه، كذلك ممكن يطور من لياقته البدنيه، يحسن شكل الجسم، يزيد عضلات، ينزل دهون من خلال الاهتمام في هذه التمارين، كذلك الاهتمام في بعض نصائح التغذية من خلال البرنامج. تماريننا دائما تكون عبارة عن بارت A وبارت B. قبل ما نبدأ ونشرح تمريننا اليوم، أو قبل ما نبدأ ونشرح تمرين بارت A لحلقة اليوم، أحتاج أنك تسخن جسمك. التسخين راح يكون عبارة عن 400 متر جري، بعد ذلك راح تسوي 15 كالوري بالرو، وراح تعيد هذا لثلاث جولات، يعني 400 متر جري 15 كالوري رو، 400 متر جري 15 كالوري رو، ثلاث جولات. بعد ذلك ممكن تسوي بعض الاسترتشات علشان تهيئ جسمك لأداء التمرين. بارت A من حلقتنا اليوم راح يكون في تمرين بعض التقويات لبعض الزوايا العضلية الضعيفة اللي ما نستخدمها دائما في لعبة الكروسفيت، فلازم نكون عضلاتنا انه يكون فيها توازن من حيث العضلات الكبيرة والعضلات المقابلة الصغيرة، فهذا التوازن راح يقلل من الإصابات. لذلك تقوياتنا اليوم راح تكون للجزء العلوي من الجسم او عضلات الكتف بالتحديد، لان الطلب عليها جدا عالي في تمارين الويت ليفتنج والجمناستيك من خلال لعبة الكروسفيت. اول ما نبدا فيه او اول تمرين بالنسبه لتماريننا اليوم راح يكون تمرين روتيتور كاف. تمرين روتيتور كاف راح يساعدني في زياده المدى الحركي لهذه العضله، كذلك راح يقوي من هذه العضله، لان احنا نحتاج ان احنا نلف هذه العضله ونستخدمها بشكل مستمر. بالنسبه لي راح استخدم رابر باند، يفضل ان يكون رابر باند خفيف. اداء التمرين احاول اني احافظ على الكوع ثابت وأحرك فقط عضلة روتيتور كاف من الداخل مثل ما أنتم شايفين، يعني ما أفتح كوعي إلى الخارج أو أدز بالكوع، لا، حاول أثبت الكوع، مجرد أني أحرك الإيد إلى الخارج أو إلى الداخل. راح نسوي هذا التمرين أربع عدات، أو عفواً أربع جولات في ثمان عدات إلى الخارج، بعدين أربع جولات في ثمان عدات إلى الداخل. هذا التمرين راح يزيد من المدى الحركي لهذه العضلة بالنسبة لنا. بعد ذلك راح ننتقل للتمرين الثاني واللي هو تمرين الفيس بول مع روتيتور كاف. راح استخدم فيه رابر باند، يفضل انه يكون خفيف. اخذ خطوه الى الخلف، ارفع الكتف او ارفع الكوع الى اعلى، بعدين اسحب الى الخلف، احاول اني اثبت الكوع والف الكوع الى الخلف بالطريقه هذه. هذا التمرين راح يساعدني بشكل جدا كبير على زيادة المدى الحركي لهذه العضلة وحماية هذه العضلة من الإصابات. بعد ذلك راح ننتقل إلى التمرين اللي بعده، واللي هو راح يكون بنت أوفر رو باستخدام الدامبل. هذا التمرين راح يركز على العضلة أو على هذه الزاوية العضلية، أحاول أني أثبت الأقدام مثل ما أنتم شايفين بالطريقة هذه، وأثبت إيدي، راح أسحب الوزن، ما أسحبه بالطريقة هذه إلى أعلى، لا، أحاول أني أسحب إلى هذا المدى الحركي بحيث أني أركز على هذه الزاوية العضلية. راح نلعب هذا التمرين أربع جولات في عشر عدات يمين وعشر عدات يسار. التمرين الرابع والأخير راح نسوي تمرين الريفيرس فلاي باستخدام دامبل، يفضل أن وزن الدامبل يكون خفيف. في البداية أثني الركبة، بعدين أنزل بظهري، أحاول ما أسحب سحب مباشر، لا، أحاول أن أسحب مع شوية فلاي، أثبت ثانيتين وأنزل مثل ما أنتم شايفين. ورح نأدي هذا التمرين عشر عدات في أربع جولات، وبشذي نكون خلصنا بارت A من تمريننا اليوم وننتقل إلى بارت B.
أعزائي المشاهدين، بارت بي بالنسبة لحلقتنا اليوم راح يكون عبارة عن 4 جولات. هذه الأربع جولات راح نسوي فيها 20 كالوري على الرو، بعدين راح نسوي 20 أو 30 مرة هانج دامبل سناتش. الهانج دامبل سناتش في البداية لازم توقف بالوزن بشكل كامل، بعدين تسحب الوزن إلى أعلى. طبعاً حاول إنك تنزل باستخدام القدم عشان تقدر تسوي سوينج للوزن إلى أعلى. يفضل طبعاً بالسناتش إنك تسحب بعدين تصعد، والتبديل يفضل إن يكون أمام الوجه أو أمام الصدر، راح يكون بشكل أفضل إني أبدل بهذه المنطقة. بعد ذلك راح نروح نسوي 20 كالوري على الأسالت بايك، بعد ذلك راح نسوي 30 شولدر تو أوفر هيد. طبعاً أنت مخير ما بين الميليتري بريس أو شولدر بريس أو شولدر بوش، أو ممكن تسوي جيرك أو حتى تسوي سبلت جيرك، فأنت مخير أي حركة تسويها. المهم إنه يكون القدم فول إكستنشن والكتف فول إكستنشن، وبذلك راح تنحسب لك ريب أو راح تنحسب عدة. فنجهز الدامبل. طبعاً بالنسبة للاعبين الار اكس راح يكون الدامبل 45 أو 20 كيلو، إذا كان مستواك أقل فممكن أنك تستخدم أوزان أقل. جهز ساعتك، المفروض أن التايم كاب لهذا التمرين يكون أقل من 15 دقيقة، وخلنا نبدأ ونشوف التمرين مع بعض. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة خلونا نأخذ معلومة غذائية صحية. يسألني البعض عن حمام الماء البارد أو الماء الحار بعد التمرين مباشرة، أيهما أفضل؟ وهل يفضل أني أخذ هذا الحمام يومياً بعد التمرين أو لا؟ في البداية خلونا نأخذ حمام الماء الحار أو البارد. طبعاً حمام الماء البارد يعتبر أفضل من حمام الماء الحار بالنسبة حق الريكفري وبالنسبة حق استعادة الاستشفاء بعد التمرين مباشرة. ولكن النقطة الأهم أن هذا الحمام البارد صحيح يسوي لنا ريكفري ويخلي استشفاء بالنسبة حق التمرين جدا عالي، ولكن يقلل من التكيف للتمرين. يعني إحنا قاعد نتمرن بشكل يومي عشان نطور من قوتنا ونزيد من البناء العضلي. الاستشفاء أو الأشياء اللي تزيد من الاستشفاء وتنفع وتوقف الهدم العضلي راح تقلل من تطور التمرين، فما تخلينا نتطور بالتمرين بشكل أفضل. فالتعب اللي موجود في التمرين هذا شيء ضروري عشان يزيد عندنا البناء العضلي. يفضل أن نسوي مثلاً حمامات الماء البارد نهاية الجدول، مثلاً نهاية الأسبوع مرة واحدة بالأسبوع، أو لما يكون عندك ثاني يوم ثالث يوم ما عندك تمرين يفضل أن تستخدم حمامات الماء البارد أو حمام الثلج، وراح يكون تقريباً الفترة بحدود 15 إلى 20 ثانية 3 جولات. يعني مثلاً تدخل المغطس 15 إلى 20 ثانية، بعدين تطلع ترتاح دقيقة مرة ثانية مرة ثالثة، وهذا راح يكون كافي للريكفري. أعزائي المشاهدين، أتمنى قدمنا لكم تمرين ومعلومات مفيدة لهذه الحلقة. تابعونا في حلقات قادمة بإذن الله.